الرأسية من جانب دفاع فريق الاتحاد. كرة تصل روزوفيل لعب الخطير الهولندي يلعب لكرة عرضية وتتقدم بهدف المباراة الأول. جواو بيدرو يسجل هدف المباراة الأول يعطي تقدم والأسبقية لمصلعة فارس الظرف. 1-1 أمام بوطي مر تقدم ياسين مر أوهو بلابا جوجوك جوجوك يسدد لكن السيناني في المرمى وفرصة التعادل تضيع. ماذا فعلت يا ياسين؟ شوف ياسين مر من مثله لا بخيله. إن الزمان لمثله لا بخيله. بلابا يسجل التعادل بطريقة رائعة. استلم دوران والكرة في الزاوية البعيدة يسجل التعادل. إن ملابا استلم هذه الكرة. ملابا شوف التمريرة إلى جوجوك قوية. خالد السيناني مرة أخرى خالد يظهر ويبعد هذه التسديدة. خالد يقدم مباراة كبيرة. تمشي هذه الكرة مرة أخرى ياسين. الاتحاد أفضل. الكرة إلى جوجوك عالي إلى الأمام. ملابا سلم هذه الكرة. ملابا مرر إلى جوجك. جوجك محط تصويب. جوجك الله قذيفة من جوجك لكنها تأتي للعرض المجري.